سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الفيديو ديال اليوم غادي نصايبوا واحد الكيكه ديال الشوكولا سهله وكتجي بنينه بزاف. الحاجه الاولى اللي درت مشيت لاسواق السلام باش نشري شي حوايج كانوا خاصيني لهاد الكيكه. المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكيكه: عبرت بكاس ديال 250 مليلتر، احتاجيت كاس ونص ديال الفرينه، 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، 100 غرام ديال الفلون بنكهه الشوكولا، ربع معلقه صغيره ديال الملح، ربع ملعقه صغيره ديال البيكربونات الصودا، معلقه كبيره ديال خميره الحلوى، ونص معلقه صغيره ديال الخل. المهم غادي نبداو بالبيض ديالنا. غادي نزيدو عليه 100 غرام ديال الفلون وغادي نخلطوا هذا الشيء حتى يذوب داك السكر اللي كان في الفلون. بعد ما كيذوب هذاك السكر كامل كنزيدو الزيت، كنبقاو نزيدو بشويه بشويه وحنا كنحركو. وهنايا غادي نزيد هذاك الحليب وغادي نكمل نبقى كنحرك داك الخليط. وهنايا غادي نبدا نزيد الفرينه غير بشويه بشويه وانا كنحرك. Thank you.
غادي نزيد المعلقه ديال الخماره ونزيد الصودا والملح. والخل وغادي نحرك داكشي كامل. وهنايا لقيت باللي العجينه ديالي شويه خفيفه، زدت معها الفرينو وبقيت كنحرك. وهنايا غادي نقسم هاد العجين على ثلاثة باش يكونوا عندي ثلاثة ديال الطبقات. وفي واحد المقلاة مدهونة بالزبدة غادي نجيب ندير الطبقة الأولى، غادي نسرحها في المقلاة وغادي نخليها تطيب. بطبيعة الحال المقلاة غادي نغطيها ونخليها لمدة ديال 5 دقائق حتى 7 دقائق، وغادي نطيبها في نار مهيلة. ومن بعد ما غادي تفوت هذيك 5 دقائق ولا 7 دقائق ديال الطياب، غادي نجي وغادي نقيس العجينه، ولا صبعي كان يولي وما توسخش كنعرف باللي العجينه طابت. غادي نكمل مع الطبقات كاملين بنفس الطريقه حتى نكمل 3 ديال الطبقات جاولي. دابا غادي نمشي نوجد لاكريم ديالي. غادي نحتاج 250 مليلتر ديال لاكريم شونتيي، وغادي نحتاج 200 مليلتر ديال الحليب. وهنايا عندي بودره الكاكاو اللي كتكون مره، غادي نبقى نزيد بشويه بشويه حتى نحصل على اللون اللي بغيت. المهم غادي نطلع هاد لاكريم مع الحليب، وغادي نزيد له البودره ديال الكاكاو، وغادي نحرك حتى نلقى داك اللون اللي انا بغيته. انا ما بغيتهاش تكون فونسي بزاف، غادي نزيد غير شويه. هذا هو اللون اللي انا بغيت. هنا غادي نحبس، ما غاديش نزيد الكاكاو. غادي نمشي للعجينه، غادي نحط الطبقه الاولى، وغادي نعمر ديك لا كريم فواحد لابوش هادوي باش نديرهم بين طبقات. بصح قبل غادي نسقي العجينه ديالي بالسيرو اللي فيه الماء والسكر وما زهر. غادي ندير الطبقه الاولى ديال لاكريم هكا، وغادي نجي من بعد نسرحها بالموس باش تكون بيان فيني. غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال العجينه وغادي نسقيها حتى هي بالسيرو كما درت في الاول، وغادي نكمل بنفس الطريقه مع كاع الطبقات ديالي. وداكشي اللي بقى لي من لاكريم غادي نغطي به الكيكه ديالي من الفوق ومن الجناب.
عندي هنا يا لي كاكاوات اللي غادي ندوزهم في المقلة باش يتحمروا شوية، وغادي نهرمشهم باش نزين بهم الجناب ديال الكيكة. تقدروا تستعملوا اللوز ولا بيستاش ولا اللي بغيتوا. وغادي نجيو نزينو به الجناب ديال الكيكه ديالنا بحال هاد الطريقه هادي. هنا غادي نجيب واحد لادوي على شكل نجمه وغادي نزين بها الجناب، وغادي نحاول ما نخليش لاسباس ما بين كل صدفه وصدفه باش ما يتزل عليهش القناش اللي غادي نحط من بعد. غادي نخوي القناش ديالي من الفوق اللي صايبته بلا كريم والشيكولا دوبتها فيه، وبقيت كنحركهم مزيان حتى كيعطوني داك الشكل اللي كيبقى كيلمع. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم لا فيديو. لا تنساوش تخليو لي لايك وابوني وكومونتير الى عجبكم الفيديو. كنقول لكم تلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.